شاركت نائبة وزير السياحة والآثار يمنى البحر كضيف شرف في فعالية الترويج السياحي للهند التي أقامتها السفارة لتشجيع الحركة السياحية بين مصر والهند. وذكرت نائبة وزير الصحة السياحة والآثار أن هذه الفعالية تعكس الروابط الخاصة التي تربط بين شعبي مصر والهند وأهمية السوق الهندية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، كما تأتي استمرارا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.